السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. بوينس ايرس العاصمة الأرجنتينية، عضلات الأرجنتين، يعني المنطقة الاقتصادية، المنطقة اللي موجود فيها الاستثمار والشركات والمصانع. تمشي في شوارع بوينس ايرس تحس إنك ماشي في لندن أو باريس، تحس بمشاعر غريبة. المباني المعمارية على الطراز المعماري الفخم جدا زي ما أنت شايف قدامك. بوينس ايرس العاصمة الأرجنتينية بيعيش فيها أكتر من 25 مليون، يعني أكتر سكان الأرجنتين بيعيشوا في بوينس ايرس أصدقائي، وأكتر العرب موجودين في العاصمة بوينس ايرس، يعني كل العرب اللي هاجروا وسافروا إلى الأرجنتين عايشين في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، ولكن باقي العرب في بعض المقاطعات التانية. وأيضا أكبر الجالية المسلمة وأكبر المساجد موجودة في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس. ولكن انا بنصح اي شخص فردي انه يعيش في بوينس ايرس، ولكن لو عيله يروح المقاطعات الثانيه زي سان اخوان، سان لويس، مندوسا، روساريو، افضل ان الحياه بتكون ارخص من بوينس ايرس. الحياه في بوينس ايرس غاليه جدا اصدقائي، المعيشه، الكافيهات، الحياه، العمل، كل حاجه غاليه. بوينس ايرس في قديم الزمان كانت بلد المهاجرين وخاصه من الشعب الاوروبي، كانت دولة غنية جدا، كانت الناس بتهاجر ليها من جميع أنحاء العالم وخاصة من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا. وبرضو في ظل حكم كارلوس منعم هاجر بعض العرب كتير إلى دولة الأرجنتين. أكبر المصانع والشركات موجودة في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس، وبرضو أكبر المطارات، يعني أي واحد بيسافر الأرجنتين لازم ينزل بوينس ايرس وبعدين يسافر باقي المقاطعات. توجد بها أكبر المساجد وأكبر المطارات وأكبر المواني وأكبر الشركات. بوينس ايرس عضلات الأرجنتين. دايما بقول وبكرر إن بوينس ايرس أرض الفرص، والأرجنتين البلد البكر، المشاريع والاستثمارات. الأرجنتين اللي جاية أوروبا تعبت زي ما قلت لك، مالكش دعوة باللي بيحصل، تضخم مالكش دعوة بأي حاجة بتحصل. أنت راجل بتدخل بعملة دولارية أو يورو بتفرق معاك، بتديك كمية ضخمة. ولكن أنا بنصح إن الأرجنتين ليست للعمل، الأرجنتين للمشاريع والاستثمارات أصدقائي، ومشاهدة ممتعة مع شوارع بوينس ايرس.
جراتس. جراسياس. نو دي بوكا. نو سي فريند. جراسياس.
وبركاته.